جروب الأستاذ محمد هشام للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. إذا بداية، كان لاحظنا التراجع في مؤشر الدولار دون المستويات، كيف أثر ذلك على سوق العملات تحديدا على اليورو؟ صباح الخير وأهلا بك. صباح الخير. الأسواق حاليا تتجه أو تنتظر اجتماع الفدرالي الذي يعقد بنهاية الشهر الحالي تحديدا في 25 و26 يناير الجاري، والأنظار كلها تتجه نحو أن الفدرالي سيكون لهجته تميل إلى تجديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل قوي خلال عام 2022. يأتي ذلك بعد أرقام التضخم التي ظهرت وأشارت إلى ارتفاع كبير في التضخم، وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عام تقريبا، وبالتالي تتجه التوقعات إلى القيام الفدرالي برفع أسعار الفائدة ربما من 3 إلى 4 مرات خلال عام 2022، وارتفعت توقعات الأسواق في اتجاه في هذا الاتجاه. أيضا عديد من التوقعات تشير إلى أن الفدرالي قد يقوم برفع الفائدة بخمسين نقطة أساس مرة واحدة لمواجهة أو مكافحة التضخم المرتفع كما قلت في أعلى مستوياته منذ عام 1982. بيانات سوق العمل، بيانات الاقتصاد بشكل عام في الولايات المتحدة تؤدي أو تدفع الفدرالي إلى طريق تجديد السياسة النقدية. أما اليورو فما زال أمامه الطريق طويلا، أو ربما هذا العام قبل أن يفكر في تجديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة في ظل بعض التطورات التي تحدث بسبب انتشار متحور أوميكرون وفيروس كورونا بشكل عام. لذا قد نشهد استمرار ارتفاع للدولار الأمريكي مع بداية العام الجديد، وتستقر تداولات اليورو عند أدنى مستوياتها الحالية. نعم أستاذ محمد، يعني لاحظنا خلال الفترة مع بداية عملات هذا العام البيانات الاقتصادية مارست بعض الضغوط على أداء الدولار، نتحدث عن رفع أسعار الفائدة وأيضا عن معدلات التضخم المرتفعة وأيضا العديد من الترشيحات والتحليلات التي تفيد بأن اليورو سيذهب إلى المنطقة الإيجابية في ظل الضعف أو التراجعات المحدودة التي تمت على أداء مؤشر الدولار. الدولار الأمريكي كان في عام 2021 من أفضل العملات الأجنبية أداء في العام الماضي، ارتفع بحوالي 7% خلال عام 2021. نعم. وكما ذكرت أن هناك العديد من العوامل التي قد تدفع الدولار الأمريكي للاستمرار في مكاسبه خلال العام الجديد. عديد من البيانات الاقتصادية، سوق العمل كما قلت أضاف خلال عام 2021 حوالي 6.5 مليون وظيفة خلال العام الماضي، انخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة 3.8%، ارتفاع الأجور، نمو الاقتصاد الأمريكي، كل تلك العوامل تساعد الدولار الأمريكي على الارتفاع مقابل اليورو. اليورو ما زال يعاني، أو ما زال البنك المركزي الأوروبي مستمر في سياسته التسهيلية، قام قد ينهي برنامجه في عام 2000 في مارس الحالي القادم، برنامج الطوارئ الذي بدأه منذ الجائحة، ولكنه مستمر في برنامج شراء الأصول الأساسي حتى نهاية عام 2022. لذا خطوة تجديد السياسة النقدية أو ربما رفع أسعار الفائدة ربما تتأخر قليلا من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما قد يدعم الدولار الأمريكي ويدفع باليورو للتراجع قليلا مرة أخرى خلال العام الجاري. نعم، بالأسواق الآسيوية تحديدا في اليابان، من المتوقع أن تظهر بيانات البنك الياباني فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وأيضا بالصين من المتوقع أيضا أن تظهر بيانات النمو وتحقيق نمو في هذه الفترة، كيف سيؤثر على ذلك على سوق العملات في آسيا؟ بالطبع البنك الياباني المركزي سيعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يبقي على سياسته التسهيلية كما هي لتشجيع التضخم أو مزيد من ارتفاع التضخم. كما نلاحظ أن في البنك في اليابان التضخم يرتفع، ولكن ليس بنفس الوتيرة التي نشهدها في اقتصادات مثل الولايات المتحدة أو أوروبا أو بريطانيا. لذا قد يستمر البنك المركزي الياباني في سياسته التسهيلية لفترة من الوقت، لذا قد نشهد بعض التراجع أو بعض الضعف للين الياباني في ظل تباعد أو في ظل اختلاف السياسات النقدية ما بين البنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الياباني. في الصين أيضا اليوم ظهرت بيانات النمو والتي أشارت إلى نمو الاقتصاد الصيني بحوالي 4% خلال الربع الأخير من عام 2021،
وهي الأبطأ منذ عام ونصف تقريبا. ولكن في عام 2021 ككل نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1%، جاء التواطؤ في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة للتراجعات أو الانخفاضات في قطاع العقارات، أثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني. الانتشار المتقطع لمتحور أو متحورات فيروس كورونا خلال الربع الأخير أيضا أثرت على الاقتصاد الصيني وبشكل أخص على الاستهلاك، وهذا ما شاهدناه في بيانات مبيعات التجزئة. بنك المركزي أو بنك الشعب الصيني قام بخفض سعر الفائدة الأساسي اليوم لأول مرة منذ أبريل 2020 لدعم التباطؤ أو لدعم الاقتصاد الذي تباطأ مؤخرا. كل تلك العوامل يعني تساعد على مزيد من، كما ذكرت في بداية الحوار، أن كل تلك العوامل تؤدي إلى قوة الدولار الأمريكي. نعم. وبالتالي قد نشهد بعض التراجعات للعملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي. نعم. أستاذ محمد، فيما يتعلق بالليرة التركية، لاحظنا بالأمس تصريحات وزير المالية التركي حول بأن معدلات التضخم هي التي أثرت على أسعار العملات أكثر من حالة من التقلبات، وأن حالة التقلبات في أسعار العملة قد توقفت. يعني كيف تصف هذه التصريحات من وزير المالية التركي، وكيف تؤثر على أداء الليرة تحديدا؟ بالفعل الليرة التركية حاليا مستقرة حول مستوى 13.5 ليرة مقابل الدولار الأمريكي. التضخم هو العامل الأساسي في الوقت الحالي في الاقتصاد التركي. حاليا في ديسمبر الماضي سجل أعلى مستوياته منذ 20 عام تقريبا في 36% في شهر ديسمبر، ومتوقع ما بحلول نهاية عام 2022 أن تصل معدلات التضخم إلى 40%. وربما قد يقوم البنك المركزي التركي ببعض الخطوات الإضافية لدعم الليرة التركية والمساعدة على تراجعات التضخم. وسط توقعات بتراجع تضخم مع بداية أو بحلول عام 2023 إلى حوالي مستويات 15%، على الرغم من تعارض ذلك مع توقعات الحكومة التركية نفسها التي تتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى رقم واحد فقط خلال عام 2023. نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.